أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران بأنه بالتنسيق مع وزارة الرياضة تم ضبط مواطن لاقتحامه ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. المباراة كانت بين فريق الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي، وفاز العميد بهدف مقابل لا شيء عن طريق كريم بنزيما. وتمت عملية اقتحام الملعب في الدقيقة 78 من عمر اللقاء وسط اندهاش من الجميع.